مرحبا بكل مشاهدينا الاعزاء من خلال الناس والحياه وفقره قرات لك. هذه الفقره اللي دائما تعنى بكل المهتمين بامر القراءه، وهي برعايه كريمه من مكتبه الحي المجانيه. سعداء في المساحه دي، انه كل اللي بيهتموا بالقراءه واللي شغوفين برائحه الكتب وكذلك قراءه ما وراء السطور، نسعد أنه يكون معنا صدام آدم محمد أحد القراء في المساحة القادمة. مرحبا بك يا صدام. مرحبا بك أستاذ الواسق، والتحية لك والتحية لكل مشاهدي ومتابعي هذه القناة الجميلة، قناة الحرية والجمال، قناة مدرمان إن شاء الله. نعم. من أكون ضيف خفيف ظل عليكم وعلى كل الشهادة المشاهدين إن شاء الله. الله يكرمك يا صدام. أول حاجة خلينا نقف الاسم ده، صدام ده مسمى على الزعيم صدام حسين ولا نعم. مجرد نعم. مسمى نعم. عليه نعم. نعم. يعني لك التحية. والقراءة كتاب صور من النزاعات، أول حاجة شنو قصة الكتاب ده وما الدافع من وراء إنك أنت الوقفك العرفك به شنو واللي دفعك لأنك تقرأه شنو؟ تمام. الكتاب صور من النزاعات هو الكاتب، يعني أنا اللي معه علاقة خلاف ذلك، يعني الكاتب هو طرق لمواضيع جميله جدا وعديده، مواضيع بجد تخص المجتمع. وكاتبه حسين عبد الله محمد. حسين عبد الله محمد. نعم. نعم. والمواضيع الكاتبه كل مواضيع هي بتخص المجتمع، مش كل يعني بتناول الجوانب الصحيه، الجوانب السياسيه، الجوانب الاجتماعيه، يعني تناول جوانب عديده جدا في الكتاب. يعني تحس انه لما تقرا الكتاب بعد ما تقرا الموضوع تحس انه في فعلا صافي حلول، مفترض ده الواقع اللي يحصل مفترض يعني. هي الاختيار الاول، يعني انا داير اجيب في مساله الاختيار. كثير جدا من الناس احيانا نعم. الاسم بيكون له رنين. أيوة عند نعم. الشخص هو اللي بيدفعه لل لل, لل, لل لانه يقوم يقراه. انت الاسم جزء، يعني مساله النزاعات استوقفتك ودخلت بعد ذلك عشان تشوف الكتاب، ولا في شخص تحدث لك عن هذا الكتاب ثم بعد ذلك انت وجدت نفسك لمن يقرؤون؟ اها تمام. الاسم صراحه هو برضه جذبني كثير، يعني كلمه نزاعات حبيت اشوف النزاعات دي جوا في شنو بيتنازعوا عنه، يعني بيتكلم عنه الكاتب حسين عبد الله. وفين اتعمقت في الموضوع تابعت كل الكتابات بتاعته، فعلا حقق الاسم الخارجي، يعني ما خزني صراحه. الاسم جميل وله طابعه وله صراحه زي ما قلت رينينو. ايوه نعم. طيب الناس توجهت الان للمساله بتاعت القراءه وبعدت من مساله القراءه الورقيه، يعني انت من الناس اللي بيفضلوا القراءه الورقيه والالكترونيه؟ يعني والله الالكترونيه هي طبعا هي بقت متاحه لك في اي لحظه في اي مكان في اي وضعيه، بامكانك تقرا وتواصل في قراءتك، لكن برضو مهما كان القراءه الالكترونيه ما بتحصل القراءه الورقيه، يعني نعم. حتظل هي الاجمل هي الافضل، بيديك احساس جميل جدا لما تقرا من كتاب الورقي، يعني بديك احساس جميل انك بعدين تنية الصفحة ذاته ومحل انت واقف. ايوه محل انت واقف، حاجة ظريفة جدا. حاجة ظريفة جدا، حاجة جميلة جدا، يعني دائما بعمل، يعني بكون تنية الصفحة بعدك لما اجي اكون متشوق اني القى وين اسرع ما يمكن افتحها، بلقاه بواصل من نفس المكان، بكون متابع القصة، حتى القصة بنساها، بكون مستحضر انه تنية ورقة في اي صفحة. ايوه نعم نعم. وله طعم خاص، يعني بالمناسبة حتى كثير جدا كان من الناس يتحدثون عن مسألة ما أجمل اللي هي اللحظة اللي بتكون أنت شاديك فيها كتاب وأنت بغالبك النعاس، لكن لحبك للقراءة وفي نفس الوقت للموضوع اللي بيتناوله الكاتب وكذلك الاسترسال في الكتاب الذكي بيخليك أحيانا، يعني رغم أنه النوم سلطان لكن تصارع نفسك للقراءة وعدم الاستجابة للنوم حبا في إكمال ما خطاه الكاتب. الصور من النزاعات اسم كبير جدا في عالم أصبح مليء بهذه النزاعات في أفريقيا وغيرها. مسألة النزاعات أوقفت كثير
من عجلة التنمية، أوقفت كثير من القراءة نفسها، أوقفت نعم. كثير. فشنو الصور اللي استوقفتك من النزاعات الموجودة بعين وقلم حسين عبد الله محمد آدم؟ طيب عنده كتابته جميلة كلها عديدة وجميلة. نعم. بالتحديد النقطة اللي وقفتني حقوق المرأة، وتكلم برضو في برامج صحية عديدة جدا صراحة افترضت بمجتمع. أنا بنصح كل زول اللي لقى كتاب دي يقراه، لأنه فيه حلول كثيرة جدا. يعني أي موضوع صراحة بيكون أجمل من القبليه، كل موضوع يكون أجمل من القبليه. بعد ذاك أنا كنت أحتاج في حسيت أنه بيشبه الواقع المعاش حاليا حقيقة. نعم. في أي المناطق؟ نعم. في الجانب يعني جنوب السودان فيه مسألة بتاعت نزاعات، دارفور فيه مشاكل بتاعت نزاعات، في يعني مناطق متعددة في السودان توجد فيها مسألة بتاعت نزاعات. يعني أين وجدت ما وصفه الكاتب يشبه أي بقعة من الأماكن؟ يعني هو تحدث عن حقيقة صح عندنا في قربنا الحبيب أكيد في نعم. في يعني بعض النزاعات الحاصلة. هو كتب عن تشرد الأطفال وحتى تركهم للدراسة. تكلم في العديد في الكلام ده يعني، وحتى المشاكل الأسرية بالتحديد يعني إنه المشاكل الأسرية كيف بتأثر في 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 الأطفال لما يكبروا، حتى لما يكبروا ده لما تكلم ما بين الرجل والمرأة عنده فصل بيتكلم عن الرجل والمرأة. نعم. أي نعم. يلا ده لما بيكون فيه مشاكل أسرية ما بين المرأة والرجل دي بتأثر على الأطفال هم ما بيرعوا عليها. الطفل لما يكبر بيكون شاهد الحياة دي يعني، الطفل تلقائيا بيكون يعني شريد. عشان كده نحن بننصح لازم هو برضو نصح يعني بوضع بعض الحلول، نصح إنه مفترض المشاكل ما بين الأبوين مفترض ما تكون قدام الأطفال عشان ما يتأثروا الأطفال يعني لما يكبر. نعم نعم نعم. دي يمكن أنت اللي استخلصته من الكاتب حسين عبد الله محمد آدم. كتب أخرى استوقفتك، أو إن كان للكاتب حسين عبد الله محمود أو إذا كان لكتاب آخرين؟ صراحة دكتور حسين هو أول أستاذ حسين هو في ده في أول كتاب له ألف، أول كتاب مؤلف وشارك في العديد من حتى شارك في القصة القصيرة، وزول طموح يعني هو زول أدب حديث في 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 ساحة، ولكن ممتاز جدا كتابات يعني كتابات جميلة جدا. برضو أنا بقرأ كتب بتاعت برمجة الأغوية العصبية، وبرضو بقرأ يعني كتب إعلامية برضو في منتشرة ما شاء الله، كتب هي منتشرة في 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 الأسواق، في مكان تلقى كتب منتشرة تباع بأرخص أثمان، لكن ما عارفين القيمة الجوال، القيمة الجوال أغلى بكثير يعني. من 200 بقيت من الناس اللي مهتمين جدا بمسألة القراءة. أنا المسألة القراءة هي بدأت معي من منذ الأساس يعني، منذ دراستي في الأساس بحاول أقرأ من كنت في خامس سادس، أنا بحاول أقرأ أي حاجة قدرت دايما أقرأ، بديت إني أقرأ جرايد، بقيت أحب القراية. بعد ذاك بقيت مرحل بقرأ روايات بقرأ كتب. يعني القراءة صراحة هي حاجة جميلة جدا للإنسان إذا حبها، حاجة روعة وحاجة جميلة، وبيثقف الإنسان في ذاته يعني، بيثقف الإنسان في ذاته. وإلى الآن يعني الحمد لله بقرأ العديد من الكتب وبنتبادل مع الأصدقاء. وصلت وين في المراحل الدراسية؟ خريج جامعة. خريج جامعة. نعم خريج جامعة. المسألة بتاعت الجامعة نفسها قد تشغل البعض، الأكاديميات نحن يعني يمكن واحدة من الحياة اللي دائما قاعدين نواجهها بمجرد، والأسر كمان بتدعم الحاجة دي، نكون قاعدين إذا في الجامعة وفي الثانوي، من الثانوي والجامعة باعتبار المقررات كثيرة والأكاديميات كثيرة، بتلقى إنه لو شلت لك كتاب غير الكتب الأكاديمية تلقى طوال الوالدين تدخلوا، يا أخي بركز في القراية، يا أخي دفعنا للمسائل الأكاديمية ومحاولة إبعادنا من القراءة باعتبار إنه هي ممكن تلهيك من خطك الحقيقي. حسيت إنه ممكن تلهيك في الثانوي ولا حسيت إنك ممكن تلهيك أو لهتك في الجامعة، ولا الأمر ما كان عنده علاقة بالإلهاء؟ وصراحة الكتب لما أقرأ كتب أنا بثقف حقيقة، ده ما معنى إنه أنا يعني هيعطلني في مسيرتي المستقبلية اللي أنا بقرأ فيه المنهج سواء كان على الجامعة أو في الثانوي، لكن أكثر حاجة برجع لها متين في العطل الرسمي، في العطل
أو بخص لي أيام للقراية. أنا بخص أيام خلاص الليل عندي خميس جمعة أو عندي ساعة من اليوم بقرأ فيه كتب خارج عن المنهج. نعم أي لا بد أن نعم. في كمان اهتمام لأندية قراء، يعني في شخصي بيقرأ وبيقوم بينضم لنادي للقراء لأنه فيه فايدة كبيرة جدا، ما يحدث من مناقشة بعض الكتب. نعم. ما يحدث من بيخليك تتعرف على عدد من الكتاب وبيخليك تتعرف على طريقة النقد وعلى طريقة القراءة لكل شخص وآخر. نعم. فوائد كثيرة جدا يمكن أنت ممكن تجنيها من نادي القراء. جربت قبل كده تكون في واحد من أندية القراء؟ والله يا أستاذ أنا الأندية دي بجد فكرة هي موجودة وأنا بحاول فيه الآن إني أدخل. خلاف ذلك نحن مع الأصدقاء عاملين يعني جلسات صغيرة جدا، بنجيب مجموعة من الكتب بنتبادل الكتب. الليلة مثلا علينا أنا ممكن أشرح الكتاب ده فيه شنو وطلعت بشنو. طيب ده مع نادي يعني مهما حتى أيوة لو نعم كان صغير يعني. أيوة نعم طلعت بشنو. وحتى زميلي برضه هو نعم عليه يوم إنه يشرح طلع بشنو من الكتاب وكده. إحنا بنتبادل حتى نتعلم كيف ده ينقل ده وكيف ده ممكن يدخل كده يعني. في فوائد كبيرة جدا. أيوة نعم. حاجة جميلة جدا. في فوائد كبيرة جدا. طيب سمحت بمكتبة الحياة المجانية من قبل؟ الحياة المجانية اسم ما قريب علينا سمعت به. الحياة المجانية مكتبة الحياة المجانية هي واحدة من المكتبات الذكية جدا، وهي عبارة عن مكتبة موجودة بتقوم بنفس الدور اللي انت تكلمت هسه كنت بتقوم به في دائرة صغيرة جدا اللي هي دائرة زملاء. نعم. دي مكتبة ولا على طبلة ولا على غيرها بتكون موجودة في الحي. المكتبة دي ما محتاج انك انت تدفع قروش، تفتح المكتبة في الحي عليك انك تاخد كتاب وتشيل كتاب. كتاب انت قريته اكيد ما محتاج له تاني. ايوه نعم. تاخدته عشان يستفيد منه غيرك، وفي نفس الوقت تشيل كتاب اخر تمشي تستفيد منه وتقراه وهكذا. فتخيل معي يعني. نعم تتخيل معي مكتبة تكون قاعدة في نص الحي وكمية الناس الموجودين بيقروا. نعم. كل زول بيخد كتاب وبشيل كتاب، تفيد وتستفيد. نعم تفيد من يعني ممكن انت يكون راس مالك كتاب واحد لكن تكون قريت من خلاله اكثر من يعني. مئات الكتب. نعم. نحن والله سعيدين جدا بانك انت كنت ضيفنا في قرأت لك لهذا اليوم صدام. بالتوفيق. قريت شنو ما قلت لنا في الجامعه؟ هندسه. خريج هندسه. هندسه مدنيه. هندسه مدنيه. نعم. وانت طالع من هنا مكتبة الحياة المجانية بتهديك مجموعة بتاعة كتب إن شاء الله تستلمها وانت طالع من الاستوديو. لكل محبي القراءة دائما يجدون اهتمام كبير جدا من مكتبة الحياة المجانية. دي ثروة جدا. دي ثروة. دي ثروة طبعاً. نعم. شكرا لك صدام. وفي النهاية لو عندك أي رسالة عاوز ترسلها لكل محبي القراءة أو للأشخاص اللي ما قاعدين يقروا فشنو تقول لهم؟ طيب انا برسل لكل زول ما بيقرا صراحه القرايه صح انك بتثقف اولا بتثقف وبعد ذاك بتكون يعني عندك حتى بيغير من شكلك صراحه القرايه يعني انك بتكون الثقافه بتكون واضحه فيك يعني. انا بنصح كل الناس تتابع تقرا اي إن كان كتاب اللي قدامك تقراه اكيد فيه معلومات جميله جدا. الناس ما عارف القيمه في الكتب شنو بس يعني. نعم. وحتى كل زي ما قلت لك متاحه يعني متاحه وبأرخص المعنى عادي. نعم. ممكن واحد يشيل يقرأ عادي جداً عادي. نعم. نحن طبعاً وصلنا لخواتيم الجلسة يا صدام، لكن أنا في نفس الوقت مع الخواتيم كده عاوزك تتكلم لي عن كتب متمني تقرأها أو كتاب سمعت به لكن في نفس الوقت من خلال بحثك ما وجدته. كتاب ممكن يكون عندنا مصباح على الدين كده نحاول نوفره لك. عندنا اسمه بالأصفر. ها؟ بالأصفر. بالأصفر. أيوة اسم بالأصفر. حتى أنا بحس أنه في قبل كم يوم ببحث عن كتاب ده ملقيت بالأصفر. نعم. ببحث عن بالأصفر لأنه سمعت فيه إنه جميل جدا وحتى مواضيع شيقة جدا يعني. طيب نحن والله جاء وصلتنا الهدايا الكتب المهدية لك إن شاء الله يكون بالأصفر ده موجود إن شاء الله. والله لو بقى بالأصفر اللي خبر
جاك بالأخضر. يا سلام. ما مشكلة. اختلفت الألوان. لكن أكيد القيمة العلمية جواه. نعم. ما بتختلف القيمة. نعم. أنا الغريبة من خلال نعم. مكتبة الحياة المجانية ومن خلال فقرة قرأت لك. نعم. التقيت بواحد من القراء واستوقفوا الكتاب بالأصفر. وقراءه على فكرة وتكلم عنه كلام جميل جدا جدا. السلام. فهو فعلا كتاب يستحق إنه الناس تقيف عنده. تفضل. دي هدية من مكتبة الحياة المجانية. مجموعة من الكتب. سعداء بنهمك للقراءة وسعداء بأنك يعني استوقفت كتاب صور من النزاعات للكاتب حسين عبد الله محمد آدم. ومزيد من التوفيق يا باشمهندس. اللهم امين ان شاء الله. وانا شاكر لك كثير استاذ الواسق وكمان شاكر لكل التيم العامل بالقناه بالتحديد في برنامج الناس والحياه. شاكر لكل من تابعنا من خلال هذه اللحظات في هذه الفقره فقره قرات لك. انا شايف عندك حس بتاع تقديم اذاعي كمان التلفزيون. الله بنحبه كثير. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا لك كثير. بارك الله فيك. الناس وال